خلينا نروح لأولى فقراتنا اليوم من بيج جيم ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كابتن عبد الرحمن شرب، من الناس اللي دايما لما تقعد معاها راجل خبير في سواء في التغذية سواء في التدريب، هو راجل ملم بكل احوال كمال اجسام. اهلا بك كابتن عبد الرحمن. اهلا وسهلا كابتن اشرف، شرفتيني ونورتني. ربنا يخليك يا فندم. كابتن عبد الرحمن، حاليا دلوقتي خلينا نتكلم عن مجال كمال اجسام. عندنا بطولات مهمه، انا عارف انت متابع الاحداث، عندنا بطوله كابتن احمد علي. شايف البطوله ازاي من وجهه نظرك؟ والله انا شايف بطوله كابتن احمد علي دايما بتكون قويه، واحنا بندعم الكابتن احمد علي جدا، والبطولات بتاعته هو بيعمل ايه، عمل لاين جديد في كمال اجسام، استديو رائع، تنظيم رائع، مكافآت ماليه كويسه، والكابتن احمد يعني بيدعم الناس كلها، وانا شايف ان هو عامل حاجه كويسه وطفره جميله في كمال اجسام. نعم. كابتن عبد الرحمن، كمان احنا شفنا دلوقتي في الاونه الاخيره في سبونسرات كتيره لعيبه كمال اجسام، كمان انتم حضراتكم شركه ايرون مان ما شاء الله عامله سبونسر لاكثر من لاعب يعني، وفي شركات كتيره بتدعموا اللعيبه ازاي؟ احنا اللي احنا بنقدر عليه بندعم بيه اللاعب، يعني رئيس مجلس اداره الشركه بتاعتنا الكابتن احمد كهربا، نعم، اللي هو بيقوله وينفذ، واحنا بنختار اللعيبه ونحب نفيد اللعيبه على قد امكانياتنا اللي هي المتاحه، المهم يبقى في دعم للاعبين، يبقى في دعم للاعيب. فهو ده دايما اللي احنا نحب نقدمه للعيبه، لان احنا في الاصل لعيبه كمال اجسام. نعم. كابتن عبد الرحمن، في الفتره الاخيره انتشر كتير عن موضوع المكملات بيقول لك ان فيها ستيرويد، فيها منشطات، عايزين ندي يعني كبسوله صحيه كده للناس، نقول لهم ايه هي المكملات يعني الغذائيه. يعني المكملات الغذائيه اولا داخله في كل عناصر حياتنا اليوميه. نعم. فاحنا استرويد او مش استرويد، احنا المكملات ما ينفعش يخش فيها استرويد. اولا الاسترويد ثمنه غالي جدا، وثانيا المكملات بتكون تحت اشراف وزاره الصحه. نعم. اولا انت مش بتجيب يعني حاجه من بره غير اما بتتحلل من ايه على رصيف الجمرك، وانت بتدخلها مثلا بتشتريها، بتدخلها مصانع التعبئه خاصه بكل الشركات اللي في مصر، احنا يعني شركه منهم. فدايما المكملات بعيد عن الاسترويد في كل الاحوال. طيب كابتن عبد الرحمن، خلينا ندخل مرة تانية عن البطولات اللي في مصر. في بطولة اولمبيا، انت شايفها ازاي؟ والله انا بص مش ضد اي بطولة، انا دايما مع الشرعية بتاعت الاتحاد المصري في كمال الاجسام والدكتور عادل فهيم. يعني ايه لو بطولة مصر اولمبيا تحت مظلة الاتحاد المصري والدكتور عادل فهيم ومجلس ادارة الاتحاد موافقين بيها، انا موافق. مش موجودة، انا طبعا لو ما اقدرش اوافق او ارفض، انما احنا كل حد بيدعم كمال الاجسام احنا في صف. نعم. بس يكون يعني ايه نسبة وتناسب، اللي هو حضرتك كمال الاجسام ليها قواعد وقوانين، فاحنا ما نقدرش نخرج براها. بس واحنا اسرة كمال اجسام كلنا نحب الخير لبعض، ونحب اللاعب يستفاد واحنا نستفاد وحضرتك تستفاد، كل الناس تبقى موجودة في اللي هو الظل المتاح ليه تحت ايه رعاية الاتحاد. نعم. اما مشاكل اولمبيا او دي اتحاد ودي اتحاد، احنا يهمنا الاتحاد اللي احنا تحت رايته بس. نعم. كابتن عبد الرحمن شكرا لحضرتك وشرفتنا ونورتنا، ان شاء الله هكون في لقاءات كثيره مع الكابتن عبد الرحمن شرب واسره بيج جيم وايرون مان. طبعا تعرفين يا جماعه الناس ديت راعين لابطال كتير وواقفين مع ابطال مواهب كتيره. شكرا لك كابتن عبد الرحمن، شكرا للكابتن احمد كهربا على دعمه لكم للاعبين. اكسترا بروتين احنا بروتين.